السلام عليكم، حياكم الله في مزاج بودكاست. فتحنا عيوننا لقينا ان حوالينا حشرات عادي. الزهاوي يمر علي ويمشي عادي. النمل ترس البيت عادي. الفراشة نلعب معاها إذا كانت على الزرع، ها؟ والخنفسانة في البر نشيلها ونلعب فيها بإيدنا. وأم أحمد لا صار المطر وهذا طلعت لنا تطير يا حلاتها، هذه نلعب معاها. والذبان عاد حدث ولا حرج طول السنة معانا. المشكلة وين؟ وفاجأ إن جيل اليوم بين قوسين بناتي يخافون من الذبان ويخافون من النمل ويخافون من الزهاوي، هذا إذا كان يطير بعد هذه مصيبة عندنا. الفراشة يخافون منها، الخنفسانة يركضون منها. بدون تعليق صح؟ يلا أشوفكم على خير، مع السلامة.